ايت ما اسمع معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. واليوم جيت نعرفكم على ثلاث منتجات كامل استعملوا هاد المنتجات. قالوا باللي هاد المنتجات عندها مفعول سحري واطلقوا عليها اسم لي 3 ميغاف. على هاد المنتجات عندها مفعول سحري وعلى سموها المنتجات المعجزه لي 3 ميغاف، تابعي هاد الفيديو حتى للنهايه وراح تعرفي. الزور حبيباتي عباكم ورانا، انا في البليده اكزاكت في العفرون وهي لحقت لي المنتوج اللي كنت متحقاته. ما تنساوش المنتوجات الجدد لكم حابين نديروهم دهيا بيوتي بوان كوم، حابين نفوت عليكم تلحق لكم المنتوجات حتى عندكم عند داركم. زول ايتما ايتما معكم حبيبتكم دهيا اللي توصلكم اللي تقدر حتى لدار. ايتما اسما معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. ما تنساوش ديروا كوموند من عند دهيا بيوتي بوان كوم وتوصلكم لا كوموند حتى للدار كيما وصلتها لها هي. باي باي. قبل ما نبدا نحكي على هاد المنتجات الثلاثه والمفعول تاعها السحري والفوائد تاعها المتعدده، انا حابه نقدم كلمه للمتابعين قناتي الاوفياء اللي كانوا معايا من البدايه. اللي راكم جايين جدد معايا صبروا شويه وغادي نطول شويه الفيديو باسكو الناس اللي راهم معايا داشعار لازم عليا نقولهم هضره مهمه كشغل رايحي حاجه في قلبي حابه نقولها لهم. كامل اللي راهم متابعيني في القناه تاعي مده طويله يعرفوا انه هاد الانسانه اللي راهي قدامكم هي انسانه مكافحه في الحياه. يعني شفتوني كيفاش بديت وشفتوني كيفاش كومباطيت وشفتوني كيفاش مراحل كاع تاع حياتي كنتو شهود عليها. حبيت نقول لكم بلي نهار اللي اطلقت الماركه تاعي كنت خايفه بزاف وكنت ما بقاش نحكي لكم شحال كنت خايفه وحاكمه ستريس وعليا الضغط وبزاف صالح. كنت خايفه لانه صراحه انا كانسانه ما عنديش زهر. ما عندي زهر في الناس، نحس روحي توجور محقوره، نحس روحي بزاف 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 امور اللي خلوني نحس بلي ما عنديش زهر وبلي حظي في الدنيا قليل صراحه. ولما اطلقت الماركه تاعي كنت نقول يعني لو يعني اكبر عدد ممكن يوصل من الطلبات هو ممكن 300 طالب، يعني هذا هو الحد تاعي. زعما ما كنتش دايره يعني سافري، انا عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في ربي وكل شيء، عندي ثقه فيكم انتم تاني، بصح عشان هوليك شكون كنت خايفه باسكو ما عنديش زهر. وي 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 ما عنديش زهر. وثاني كل انسان اللي يبني حاجه على صحيح عمرها ولا ترشى وعمرها ولا تطيح. راني حاسه روحي شي باليك راني نقول لك الامثال هذه، بصح سبحان الله الحمد لله النتيجه كانت حاجه ما فوق التوقعات تاعي، حاجه عمري ولا تخيلتها. كنت نقول يعني ماكسيموم تاع الطلبات غادي يكون 300 طالب في الجزائر اللي حكي ما دارت في الموقع تاعي. كنت خايفه كنت مستريسيه، لكن النتيجه كانت العاصمه وحدها، العاصمه وحدها فاتت 3000 منتج بلا الولايات الاخرين. والله الحمد لله. زعما علاش راني نقول لكم هكا؟ شوفوا كاين بزاف ناس يخافوا من العين، كاين بزاف ناس يقول لك لا انا ما نقولش كيما هكا ضربوني العين ولا، بصح هاد الهضره نهضرها لكم ليكم نتوما. تعرفوني في هذه القناه نجيبها نشجعكم، نجيبها نطلع لكم المورال، نجيبها نعطيكم طاقه ايجابيه انكم تحققوا احلامكم وتوصلوا في الحياه. وانا كما راكم تشوفوا قدامكم كيفاش زعما كيفاش راني نحقق في احلامي وراني نشاركها معكم. انا بها قبل ما نبدا هذا الفيديو حبيت نشكركم، نشكركم على المحبه تاعكم، نشكركم على الدعم تاعكم، نشكركم على الثقه تاعكم، نشكركم على كل حاجه درتوها على جليل، لانه كون ماشي بفضلكم نتوما بفضل الله سبحانه وتعالى ما كنتش غادي نوصل هذه النتيجه الخارقه. والله 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 وراني نحكي لكم تعرفوني صدقه عمري ولا توقعت هذا العدد الكم الهائل من الطلبات. حاجه ثانيه اللي راح نقولها لكم هي بسبب العدد الهائل من الطلبات ما قدرتش نوصل لكامل الولايات. بصراحه انا ما كنتش نتوقع غادي يديروا طلبات بزاف كحكي ما هكا فاهمين كيف. على بها كاين شي ناس مازال ما وصلت لهمش، بصح نقول لكم حاجه الاولى باغي نطلب منكم السماح، نقول لكم سمحوا لي الناس اللي مازال ما وصلت لهاش. حاب نطلب السماح من الناس اللي مازال ما وصلت لهاش، يعني البنوته تاعي اللي هي تشوفيها درك مازال ما وصلتلكش منتجات، نقول لك باللي مور هذا الفيديو راح نوصل لك المنتجات تاعك، راح نعيط لك في التليفون ونحكي معك انايا بالذات ونوصل لك المنتجات تاعك ان شاء الله. ماشي انا اللي راح نوصلها لك شخصيا، وانما في كل ولايه راني درت مجموعه من الاشخاص يكونوا المندوبين تاعي، هما الناس اللي مثلوني وهما الناس اللي وصلوا لكم المنتجات حتى لعندكم. الحاجه الثالثه اللي حبيت نقولها لكم وهي البنات كيما عاداكم حبيبتكم دي هي توجو تبغي تفرحكم، راني دارت لكم مسابقه في كل فيديو ان شاء الله بربي راح ندير لكم مسابقه، راح ندير لكم جيف اواي. علاش
شوفوا انا حاب نربح اكبر عدد منكم، يعني الا ما ربحتيش في الفيديو اللي فات ان شاء الله بربي تربحي في هذا الفيديو، الا ما ربحتيش في هذا الفيديو ان شاء الله بربي تربحي في الفيديو اللي جاي. يعني في كل فيديو كاين مسابقه وكاين جيفواي هكا باش كاع تربحوا ان شاء الله بربي. حبيت نقول لكم باللي الفائزين معايا تاع المره اللي فاتت راكم عطيتكم وقت طويل، كاين بزاف مازال ما ردوش على رسائل توعي، مازال ما عطاونيش العنوان تاعهم، مازال ما عطاونيش رقم الهاتف، مازال ما عطاونيش معلومات. شوفوا بعد هذا الفيديو اذا ما رديتوش عليا راح نبدلكم ونخير فائزين جدد، لانه طولتوا عليا بزاف ولازم عليا نبعث الهدايا يعني للفائزين. المره اللي فاتت درت عدد الفائزين 10، وهذا الفيديو ان شاء الله بربي تاني راح ندير 10 فائزين، يعني هذا الفيديو تاني راح ندير فيه 10 فائزين ان شاء الله بربي، راني نحاول كل فيديو ندير لكم 10 تاع الفائزين. هذه هي منتوجاتنا السحريه. هاد المنتوجات حاجه مميزه فيها انه متعدده الاستعمال. نعطيكم مثال، هذا المنتوج الاول اسمه سكين كير ريغولاتور. هذا المنتج عنده اكثر من 14 فائده. الحاجه الاولى انه صنع هذا المنتوج خصيصا لتعديل نسبة الزيوت والمياه في البشرة، سواء كانت البشرة تاعك جافة دهنية او مختلطة. انا شخصيا هذا المنتوج غير لي حياتي وغير لي البشرة تاعي، لاني كنت نعاني من بشرة دهنية جدا جدا. قومي اذا كانت البشرة تاعك دهنية قومي باستعمال هذا المنتج مرتين في اليوم او اكثر على الاقل، سيقوم بتقليل من مستوى الزيوت في البشرة تاعك وتحصلين على بشرة عادية وقوية وصحية. اذا كانت البشرة تاعك جافة قومي باستعمال هذا المنتج على الاقل مره في اليوم، فهو سيغذي بشرتك بالزيوت الغنيه والفيتامينات ليضمن لك بشره صحيه ومرطبه. مع هذا المنتج لن تحتاجي الى منظف للبشره، هذا المنتج يقوم بتنظيف البشره بعمق ويزيل كافه السموم ومضاد البكتيريا والفطريات والجراثيم. هو واحده من الصوالح اللي نحبهم بزاف اللي هي تبييض المناطق الحساسه، يساعد على تفتيح لون بشره الوجه والجسم وخاصه في المناطق الحساسه بين الاخفاض بين الفخذين في العنب في الابطين، يعني في اي منطقه عندك. هذا المنتج يعمل على تغذيه البشره، هذا المنتج يحتوي على اجود وافضل انواع الزيوت والفيتامينات لتغذيه البشره وتقويتها ومساعدتها على انتاج الكولاجين، يعمل على حمايتها من الاخطار اليوميه وحمايتها من الشيخوخه والتلف. لذلك ينصح باستعماله كماسك وكمقشر. يمكنك استعمال هذا المنتج كمقشر وكماسك، ضعي كميه من هذا المنتج كماسك على وجهك واتركيه حتى يجف، ثم خذي قطنه دائريه مبلله وقومي بفرك وجهك بحركات دائريه مما يساعدك على تقشير بشرتك بنعومه، وبهذه الطريقة ستقوم بشرتك بالاستفادة من كامل فوائد المنتج من زيوت وفيتامينات ومعادن وغيرها من المكونات. إذا تحبي تعرف وش هي مكونات هذا المنتج زوري موقعنا اللي هو dehiabeauty.com، كل منتجات راح نحط مكوناتها تما وفوائد لهذا المنتج. فوائد واستعمالات كثيره جدا 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 ما قدرتش اني نقولها لكم كامل في هذا الفيديو. ننصحك انك تدخلي لموقع dehiabeauty.com باه تشوفي كامل فوائد هذا المنتج وباش تقراي استعمالات تاعه وكيفاش تقدري تستفادي منها بعدة طرق. دركا وصلنا للسيروم اللي ما نقادش نعيش بلا به. هذا السيروم يرطب، هذا السيروم مفيد للشعر للجسم للاظافر، يعني متعدد الاستعمالات. يرطب الشعر ويعمل على تغذيته وتقويته وتطويل الشعر، كما يسهل تسريحه بفضل قدرته على فك التشابك. فبعد مده من استعماله ستلاحظين ان شعرك لم يعد يتساقط كما كان في السابق، وزاد طوله بفتره قصيره، وستجدي سهوله كبيره في تمشيطه. كل ما عليك فعله هو دهن شعرك يوميا لتحصلي على نتيجه ممتازه. كما يمكنك ان تخلطي هذا السيروم مع مكونات اخرى واستعماله كماسك للشعر قبل الاستحمام وستندهشين من النتيجة. هذا السيروم يعتبر مرطب رائع للشفاه وللارجل، فان كنت تعانين من جفاف وتشقق في شفاهك او اقدامك كل ما عليك انك تدهني الاقدام تاعك او تدهني الشفاه تاعك بهذا السيروم وستحصلين على شفاه طرية ناعمة ووردية واقدام ناعمة وجميلة. إن كنت حامل وبطنك متفخ وتخافين الحصول على خطوط بيضاء في البطن تاعك، قومي بدهن بطنك بهذا السيروم وستحصلين على وسيحميك من تشققات البطن بعد الولادة. إن كنت تعاني من أظافر سريعة الانكسار وجافة، فهذا السيروم هو الحل المثالي لأظافرك. قومي بدهن أظافرك بالسيروم كل مرة وستلاحظين أن أظافرك أصبحت قوية وناعمة الملمس وجميلة. كما يمكن للرجال استعمال هذا السيروم بعد الحلاقة لترطيب الجلد والحصول على بشرة ناعمة والتخلص من اسوداد البشرة.
وهذا المنتج عندها بزاف فوائد واحده اخرى، ننصحك انك تروحي لموقعها تفتشي على هذه الفوائد وقريها واستفادي منها. الحبيب قلبي، شوفوا هذا المنتج لن تحتاج لأي كريم مرطب معها، فهذا المنتج يعتبر المرطب رقم واحد للبشرة والجسم. هذا المنتج يستعمل كبرايمر باز دو مكياج قبل وضع المكياج ليعطيك حماية البشرة تاعك، كما يساعد مكياجك على أن يبقى لمدة طويلة. إن كان ظلال العيون الخاصة بك ولا هايلايتر الخاص بك لا يعطيك لون قوي، قومي ببخ القليل من هذا المنتوج عليه وستحصلين على لون قوي جميل ورائع. كما يستعمل هذا المنتوج فيكساتور، بعد ما تكملي المكياج تاعك بخي كميه منها على وجهك تاعك، ستحصلين على مكياج ناعم وجميل. يعني تلاحظي انه المكياج تاعك راه يلصق في الوجه تاعك، يولي حاجه ناتوريل، حاجه روعه، ما يبان لا بودره ما يبان والو، ويلي كل ما تقعدي مده طويله كل ما يزيد يبان طبيعي. بشره من التلف، علاج الاكزيما خاصه الناس اللي عندهم الاكزيما، يرطب الجلد، ازاله العرق، تهدئة حروق الجلد، مقاومة الشيخوخة، تفتيح البشرة، مضاد مصدر مضاد للأكزدة، مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات، يرطب البشرة بعد الحلاقة. هذا المنتج راه يحتوي على أكثر من 30% من العسل الحر، كما يحتوي على زيت الأفوكادو، غليسيرين، ألوفيرا، فيتامين سي، فيتامين أو، بزاف بزاف صالح. ادخلي الموقع شوفي المكونات تاعه، شوفي طريقة الاستعمال تاعه، شوفي كيفاش تقدري تستفادي منه بشعال من طريقة، وصدقيني راح يعجبك كما عجبني أنا وكما عجب كامل البنات. دروك راح نشرح لكم كيفية الدخول إلى الموقع، باه تشوفوا المكونات تاع المنتجات، باه تشوفوا استعمالات تاع المنتجات، وباه تعرفوا كل كبيرة وصغيرة وكامل الأسئلة تاعكم راح تلقاو عليهم إجابات في الموقع. شوفوا تقدري تدخلي جوجل تكتبي دي هي beauty.com. لما تدخلي جوجل راح يخرج لك هو الاول، هذا هو الموقع تاعنا، راح تدركي عليه. كما راكي تشوفي الموقع جد جد جميل، حلو، سامبل، بسيط بالبزاف. هنا راح تلقاي اسم لا ماركة تاعنا دي هي بيوتي، تلقاي صفر منتجات التي اخترتها، يعني حد الان مازال ما اخترتيش اي منتج. كما راكي تشوفي هذه هي الصفحة الرئيسية، هنا راح تلقاي فيديو يشرح لك طريقة الشراء من الموقع للمبتدئين، يعني كاع ما تخافيش، حاجة فريمون سهلة بالبزاف. ولما تهودي راح تلقاي ما بروميير كوليكسيون، يعني مجموعتي الأولى من منتجات العناية بالبشرة والتجميل، وهنايا راح تلقاي مجموعة من الإشهارات. دكا لما تحبي تشري منتج واش ديري؟ هنايا كاين شوبينغ ايزي راح تدركي فيها، يخرجوا لك المنتجات والمنتجات فيها السعر تاعها. نعطو مثال، تحبي تشري سكين كير ريغيلاتور راح تدركي عليه، لما تدركي عليه راح يخرج لك ها هو، لا هنايا الاسم تاعو، هذا البري تاعه، هنايا المكونات تاعه، صلاحيه تاعه، الكميه محدوده كيما عباكم، كامل المنتجات كي راه عندي راني صانعه منهم كميه محدوده، فوائده واستعمالاته قراها في غردك تسمعني فيها غايه الغايه. فوالا طريقه الاستعمال. واش ديري هنايا؟ راه حاط لكم الكميه، معناها شحال راكي حابه تشري من واحد. بايز نقولوا انا حابه نشري واحد، راح نخليه هنايا كيما تاعك. باغي تشري زوج ديري هكا، زيدي يعني الكميه. هنا شديري ديري اضف الى العربه،
راح تخرج لك هنايا بلي راكي ضفتي هذا المنتج الى العربه. شوفوا المبلغ الاجمالي دائما فاصله زوج اصفار، ماشي تحس بيها داخله مع المبلغ، لا كما كتشوفوا فاصله زوج اصفار. السعر تاعها راح تلقايه هيكا، ها هو السعر تاعها 120000، يعني 1200 دينار جزائري. شوفوا بعد ما درت اطف الى العربه شخرج لي، خرج لي هنايا كانت صفر، دركا ولات واحد، يعني راه عندي منتج واحد في العربه. نزيد نشوف المنتجات الباقيه. دركا نروح المنتج الثاني اللي هو السوان 30% عسل، نروح نقراه، نقرا الفوائد تاعه ونشوف كيفاش ممكن نستفاد منه ونستعملها، ومن بعد ندير اضف الى العربه. تخرج لي هنا العربه تاعي، يعني راه عندي زوج منتجات. نروحو ثاني نعاود باريس، نعاود نرجع نشوف المنتجات، ندير شوبينغ اي سي. وين المنتج اللي ما حيرتهش؟ باقي لي السيروم تاع، راح ندير اضف الى العربه. فوالا، يعني راني دركا ثلاث منتجات، خيرت ثلاث منتجات تاعي. لما نخير المنتجات اللي راني حبتها واش ندير؟ هذه ثلاث منتجات التي اخترتها ندرك في هذه العربه، جد بسيطه سهله بالبزاف، يعني اسهل من هكا ما كانش. لما ندرك في العربه تاعي تخرج لي المنتجات اللي راني مخيرتها، العدد تاعها. وشوفوا سعر الشحن، سعر الشحن هو بكري كنت درتها لكم 60000 رجعتها لكم 40000، لانه راه عندي مندوبين وموزعين في كامل الولايات. سعر الشحن اللي راني درتها لكم ممتاز جدا، نتحداك تجيبي شركه دير سعر الشحن اقل من سعر الشحن تاعي، يعني فريمون حاجه روعه. المنتجات الثلاثه زائد سعر الشحن طاح لك 300000. ندير متابعه الدفع، هاي متابعه الدفع. لما ديري متابعة الدفع يخرج لك بنات حبيباتي، اكتبوا لي العنوان اللي تحكم صحيح، المدينة، البلد اكيد الجزائر، رقم البريدي. شوفي لما عرفتيش رقم البريدي تاعك شنو هو راك تبيه لي اصفار، صح ما يهمش الرقم البريدي. الهاتف، شوفي غلطي في اي حاجه غير رقم الهاتف اللي ما تغلطيش فيه، ممكن تغلطي في اي حاجه نفوتها لك. رقم الهاتف ما لازمش تغلطي فيه، لانك لما تكتبي لي رقم الهاتف صحيح انا راح نعيط لك باه ناكد معاك الطالب، يعني انا شخصيا راح نعيط لكم باه ناكد معاكم الطالب. وديري متابعه، ديري ثلاث خطوات كل ما تخرج لك متابعه زيدوا الرابعه. هذه علاش ندير لك ربع خطرات متابعه باش ياكد معاك المعلومات باش ما تغلطي في والو. فوالا راكي درتي متابعه، شوفي ركزي معايا غايه الغايه صح، حتى تخرج لك. شوفي باش تعرفي باللي الطالب تاعك راهو فات، عاده باش تعرفي باللي الطالب تاعك راهو فات. ورقم الطالب هذا خليه عندك، لاني ما لما انا نعيط لك نحتاج انك تعطيه. وفوالا بصحتك حبيبتي، راكي درتي الطلب تاعك. وين كيوصلوك المنتجات؟ المنتجات توصلك ما بين 7 ايام حتى ل 15 يوم. الدفع عند التوصيل، يعني لما يوصلوك المنتجات نبعث لك البنات اللي خدموا معايا، اعطيهم المبلغ وحكمي المنتجات تاعك. وقول لكم شكرا، نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش تشاركوا في المسابقه اللي فيها 10 رابحين، ونحبكم ونمتلكم. مع السلامه.